السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم المؤشر الاقتصادي الذي يبث عبر قناتكم الوطنية مرة في الأسبوع. في هذا العدد نحن نتواجد خارج بلاطوهات قناة الوطنية في فندق عزبة للمزارعين التابع لمؤسسة العمومية سونالغاز. سنتحدث عن انطلاق موسم الاصطياف وكذلك موسم الاصطياف أقول، ومن مسألة عودة الفنادق إلى العمل بعد حجر دام مدة أكثر من سنة في الجزائر وتأثيرته على السياحة بشكل عام وكذلك على الوكالات السياحية. وسيتواجد معنا في الجزء الأول من برنامجكم المؤشر الاقتصادي المدير العام لفندق عزبة المزارعين الأستاذ رئيس المدير العام الأستاذ السيد عبد الحكيم غوالم. مرحبا بك سيدي، شكرا على قبولك دعوتك في واستضافتك لنا في فندق عزبة المزارعين. أقول ربما تسأل أول أستاذ عبد الحكيم، مع فترة الحجر أكثر من سنة، مدة زمنية طويلة طالت على الفنادق وعلى الوكالات السياحية، ربما كيف تقيمون العودة بعد حجر دام سنة من الزمن؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، فوزيت تشيفو راكم في داركم. فباسكو انا بالنسبه لي الاعلام هو عباره عن مكمل او العامل الاساسي في انطلاق السياحه. باش تكون السياحه لازم تكون مرافقه الاعلام مع الهياكل السياحيه باش تكون سياحه جيده، لان نشوف البلدان الخارجيه الاعلام عنده دور كبير، باسكو السياحه ما تنطلقش والناس ما تعرفهاش اذا كانت الاعلام واش مرافق لها. هذه بالنسبه لنظره عامه. وبالنسبه للجواب على السؤال تاعك، صح كان عندنا حجر صحي وصح ونا بيردي دي زيت خشاغ، ناس عزاز علينا، وهذه حكمه الله في الاخر. دائما حجر يجي عند ربي سبحانه فيها خير وفيها هو ربي غير، ولكن في بعض الاحيان كان ايجابيات في ما حتى تكون جاهل عندها ايجابيات، لان هذا العام على بالنا بالحدود راهي مغلوقه. هنايا يجي الدور تاع المركبات السياحيه باش يلعبوا دورهم، الناس ما خرجتش، تما هنايا لازم هنايا الهياكل السياحيه الان جا الدور تاعها باش تقنع المصطف او الزبون الجزائري، توري له واش عندها. باسكو من قبل كنا تونس روحوا لتونس، ترك روحوا للترك، باسكو كان يافي ان ريفلكس ايني شغل بلا ما نخمو اي نروحوا. مي هذا العام جات لوكازيون وين ما كانش ليترونجي مغلوقه، لازم دوك احنا الدور تاعنا احنا لازم نغير هذه الفكره اللي كانت في الراس في الزبون. ربما نتساءل هنا عن السياحه الداخليه بالدرجه الاولى استاذ حكيم غوالم، هي فرصه مثل ما كانت موجوده في دول العالم، العديد من دول العالم غيرت من نمطيه سياحتها الى السياحه، ركزت على السياحه الداخليه. السياحه الداخليه نتساءل هنا سي حكيم، مع المرافق الموجوده في الجزائر، هل هناك فعلا برامج سطرت من طرف الفنادق لاستقطاب الزبون الجزائري، بما انه الزبون الجزائري لم يتنقل كما كان من قبل سنوات سابقه الى العديد من دول العالم، يعني هل هناك برنامج يحدده اصحاب الفنادق لمساعده السائح الجزائري على الاطلاع على الاماكن السياحيه الموجوده في الجزائر واللي الاكثر ما يعرفهاش الجزائر بالدرجه الاولى؟ دوك هي اللي نشوف، انا شفت دي بروموسيون، شفت برامج، شفت الناس، شفت المؤسسات السياحيه عملوا شغل دي بروموسيون، وصح شفت مام لي زاجونس دو فواياج افيك لو بو القليل اللي عندهم راهم يديروا رحلات. علاش؟ راهم يحاولوا شغل يكون عندهم دور في هذا في هذا في, في هذا الزمن. بالنسبه للمركبات السياحيه انا نتكلم عن نفسي، صح انا حضرت نفسي هذا العام درت اون بروموسيون، باسكو علاش؟ قلت لك حبيت نخلي الناس تكتشف هذا المكان، وما قدمتوش هذا لو ما دي بلونتور عزبة المزارعين، هو عبارة عن فرع من فروع سونالغاز، ولكن هو مفتوح لكل الجزائريين. كاين ناس تخمم تقول لك غير لي جون تاع سونالغاز يجوا، نو، هذه باش نقولها باللي سي بور تو الموند. هنا تشوف هنا الزبائن هنايا اللي يجي، صح لي جون دو سونالغاز ولا خارج سونالغاز، والحمد لله درنا اون بروموسيون وين جي ايفيتي، ما حبيتش باسكو علاش؟ شفت مركبات سياحيه يقول لك باسكو هذا العام ما كاش الخارج نضرب ضربتي،
غلاو الاسعار باسكو الزبون ما عندوش ينابا لو شوا، والناس دارت اسعار خياليه. هو في العاده الزبون الجزائري ما عندوش ثقه في مساله الاسعار. الفنادق دائما يقول لك ان هناك غلاء لا تتناسب مع القدره الشرائيه. نتكلموا هنا على العائلات اللي صاحب الدخل المتوسط في الجزائر، هي التي ربما يكون عندها نسبه الاستهلاك اكثر واكثر، وهي اللي تكون ربما تقدر تخرج للخارج. يعني هنا المسائل نتحدث هنا في المسائل هذه استاذ حكيم. دوك العائلات كما قلت لك لازم، علاش يلفو نشوفوا ليهم شويه، باسكو علاه يلفو با تشوف غير ربح ربح ربح. كاين ناس يلفو راك في مجتمع جزائري وراك في دوله في وطن جزائري وين شك كل فرد منا لازم يشارك في هذه. صح انا راني فاتح هنايا باش نربح سيغت، مي ندير في بالي باللي ندرس يلفو بيان يوتيديو لو مارشي، باسكو دي فوا كنشوف دي زوتيل اي بريفير لوتيل تاعو مغلوق لي شوم مغلوقين ما يحبطش لو بري. علاش يقول لك في السياحه يقول لك اون شامب كي ني با فوندو اني جامي ريكوبيري، غرفه اللي ما تباعتش ما تقدرش تعوضها. على هذيك حنا ما عندناش كون ابل لو سيستيم باغ وين لو بري دو لا شامب يحبط سيلون لو تو دوكيباسيون. حنا ما نستعملوهاش، حنا عندنا ان بري يقعد عام كامل ما على بالناش. اور كو هيكا با اكزومبل لو بري في لا جورني عندك كات تعريف بار جور على حساب لو تو دوكيباسيون. هذه هي لازم، هذا هو لازم تكون عندنا تربيه سياحيه، لازم شويه نخمو في السياحه نكونوا فليكسيب. نكونوا شغل بكل صراحه استاذ حكيم، هل تتناسب الاسعار الموجوده الان مع الزبون الجزائري؟ ربما انتم نتكلموا على فندق عزبه المزارعين، هل عندكم مخطط او برنامج في فتره الصيف لاستقطاب الزبائن الدرجه الاولى؟ صح درت الحمد لله يا ربي درت بيل بروموسيون جلي بريباري. صح ما نكذبش عليك، ما نقولكش باللي تساعد المواطن البسيط، ما باسكو علاش المواطن البسيط وان شاء الله ربي يفتح عليه، باسكو علاش لازم نحط روحنا في بلاصتو. هل هناك ربما تخفيضات؟ نعم تخفيضات موجوده في الفندق في فصل الصيف، يعني هل هناك هذا البرنامج اللي دائما ينتظروا الزبون بالدرجه الاولى خاصه في فصل الصيف؟ انا درت تخفيضات ودرت الهامش الربح تاعي درته شغل، درت هجم هامش ربح شغل صغير. علاش حطيت روحي في مكان في الطبقة المتوسطة، ما نقولش البطل، كاين طبقة متوسطة فوق المتوسطة اللي هي وما كانت ما تقدرش ان سو بيرميتي با دو باسي دي فاكونس اون الجيري. انا جي في دي بروموسيون وين اون فامي دو 5 بيرسون باغ اكزومبل بور 5 نوي ا 80000 دينار ال بي باسي لي 5 بيرسون يقدروا يديروا 5 نوي اون دومي بونسيون. رانا نشوفوا فيها كاين بور اون بيرسون 80000 بار سومان. انا جي في واش علاش قلت معليش هذا العام درت هامش ربح صغير، قلت وشنو او ميم طون جو بارتيسيب باسكو علاش البلد كامل راهو في مرحله راهو لازم كاع نشاركوا فيه، ماشي انا نربح وما على باليش الاخر. نعم الفو لازم الى حبينا نقولوا رانا نساهموا في تطور البلاد، باسكو علاش ماتنو رانا في مرحله جديده. مسائل كثيرة ربما تحدثوا عنها السي حكيم، مسائل الثقافة السياحية في الجزائر، كنا نتكلم على الحجر ومسألة العودة بعد الحجر وفترة الكورونا فيروس التي أثرت كثيرا على السياحة في العالم، أكثر من 4 تريليون دولار يعني خسائر القطاع السياحي. هذا آخر دراسة قدمتها الأمم المتحدة رفقة المنظمة العالمية للسياحة، قدمت هذا الرقم الكبير والكبير وأكدت أن الخسائر كانت كبيرة العديد من الدول العالم. نعم خاصة الدول التي تعتمد على السياحة، الجزائر ربما ما تعتمدش كثير، وتعتمد نادرا على السياحة في مداخلها أو في بي بي عموما. أستاذ حكيم هنا تسائل، ألم يحين الوقت بكل صراحة لتغيير الثقافة السياحية في الجزائر لإدخالها في برامج تربوية بالدرجة الأولى حتى نعطي الزخم السياحي ضروري للجزائر بتعريف العديد من مناطقها؟ اليوم ما عندناش في الجزائر إلا السياحة في فصل الصيف، عندنا السياحة الجبلية، السياحة الدينية، السياحة العديد من أنواع السياحة، لابد أن فيه مقومات لنجاحة السياحة. أستاذ حكيم ربما كيف نصل إلى هذا الى هذه النتيجه الدرجه الاولى لادراج الثقافه السياحيه بالنسبه للفرد الجزائري؟ نتكلم هنا عن طفل حتى للشباب الجزائريين. هذه تاع الثقافه السياحيه بالك انا جست معك في بامال ديميسيون وين جولي توجور دوموندي، باسكو علاه حنا تخصنا ما عندناش تربيه سياحيه، ما عندناش ثقافه سياحيه، وجي توجور ودائما كنت دومونديت باش يكون باغ اكزومبل من البريمير
نديرو اون فوا بار كانزان، عندك اونور بار كانزان مره في الاسبوعين ندرسوا السياحه. الطفل الصغير كي تربي على السياحه كي يكبر تكون عنده ثقافه سياحيه، باسكو الان حنايا كي تروح للتاكسيور الاخر والتاكسي كي تروح تقول له وين تحب تحبسه ما تروحش كيما تحب انت، تروح كيما يحب هو. هنا ما راهي الثقافه السياحيه. انا كنت نروح لمصر تمشي 100 متر 60000 تاكسي يحبس لك وراك رايح. حنايا غير يشبع شويه يخلق يدير الاخر ويروح يحوس بولاده، ما على بالوش باللي لو تاكسيور الي راهو الي او سيرفيس دو كليون. كي تركب معاه يقول لك انت تسقسي وراك رايح باش نروح معاك، وراهي الثقافه السياحيه انا وتبدا من التاكسي. ربما العديد من الحلقات غايبه استاذ حكيم في مساله السياحه في الجزائر، العديد من الاطراف لازم تساهم في هذا في المجال السياحه، مش غير الفنادق، مساله الاعلام، مساله التسويق عن طريق شبكه التواصل السياحي. حكيم اليوم نشوفوا شباب جزائري يسوق للسياحه عن طريق شبكه التواصل، عرفنا في الجزائر مناطق كثيره عن طريق تصوير هاوي من طرف الجزائريين لمناطق واماكن سياحيه وشواطئ شواطئ ساحليه بالدرجه الاولى. استاذ حكيم، الا تعتقد انه كذلك حتى شبكه التواصل الدور لابد ان يكون هناك دور اخر؟ نتكلم عن الفنادق كذلك بدمج هذه المناطق السياحيه في برامجها كذلك. صحيح نقولوا تاع التواصل الاجتماعي كشغل راه نهضروا بالعاميه راهي زحمه توسكي الاعلام، زحمه الاعلام. ودانيامون بالك تحدثت لك على واحد جيكوني ان جون عنده اباري فوتو شغل بروفيسيونيل، ان جون ان اماتور راه يجوز انجز عندي الي اون تخان دو فيغ ان تي بوك من عنده بينيفولمون، الي اون تخان دو فيغ ان تي بوك يجي دوموندي لي باش يدخل كاع لي زوتيل ويدير لو بوك تاعو باش بور اكسبورتي ليماج الجيريان. هذه هي الدور تاع الشباب، باسكو على دوكا نشوفوا بعض الناس ربي يهديهم يصور لك مكان لازم نقولوا فيه مكان قذر قبل ما تصوروا. هذه بلادك راك تصوروا توري فيها بلي هو مكان فيه زبل، شكون؟ مام هذا الزبل احنا درناه ماشي واحد اخر دارو. على هذيك لازم هنايا لازم تكون عندنا شو روح المبادرة أفضل. أولي باش نصور أنا زبل، نصور روحي نقي. علاش؟ هنا نحفز ناس كي تلقى ماشي تصوروا روح نقيه وصوروا باللي نقيته. هنا ولينا كيما لا فوا باسي صح أنا اللي ما عجبتنيش بزاف جو با ايمي هذه لاكسيون، نهار اللي داروا لا بومب تاع ليبون ولات الناس تدير تصاور يقول لك لو ليبون ابخي لا بومب وزعما تزاير. نعم ربما نسأله هنا أستاذ حكيم دائما في مسألة التسويق السياحي على مسألة على مستوى الفنادق، هل هناك ربما تنسيق مع الوكالات السياحية؟ هل هناك تنسيق مع شباب عندهم تواصل أكثر في شبكة التواصل وعندهم تسويق أكثر لهذه المناطق السياحية؟ يعني هل هناك برامج من هذا النوع أستاذ حكيم للتنسيق مع مجموعة الشباب اللي تقوم بالتصوير والترويج ولا التصوير الهاوي؟ لأن التصوير الهاوي الآن رانا نشوفوا عنده ملايين مشاهدات عن طريق شبكة التواصل. علاش قلت لك هي عبارة عن بنك معلوماتي لا يستهان بها توسكي جون اماتور. على تشوفوا في انستغرام صح نتبعهم بيان سي دي جون بايزوم. نعطيلك لو جون ريفكا، هذاك لو جون ريفكا اللي دار لانيفرسير في انستغرام الى بيغ اسومبلي جو سي با كومبيان دو ميليي دو بيرسون، والحمد لله تفتحت له الابواب رغم انك شغل الناس قذفوه. نعم رغم ان ذاك نمشي للجانب السياحي استاذ حكيم، الجانب السياحي دائما الجانب السياحي هو ربما الاكثر اهميه عندما نقول نتكلم على التغطيه العديد من المناطق. قلت لك انه شبكه التواصل موجوده هنا لمساعده الجزائريين على اكتشاف الجزائر، العديد من الجزائريين بعد الحجر يعني اهتم اكثر بالمناطق السياحيه واهتم اكثر بما هو يروج عن طريق شبكه التواصل. سي حكيم مساله الفندق هنا عزبه المزارعين، نعرف انه فندق عمومي ربما، لكن مساله تجديد مساله التهيئه وتحديث كذلك للفندق في الفتره المقبله، هل هناك ربما مشاريع من هذا النوع للتحديد كذلك سي حكيم؟ هي صحيح عندنا كاين مشروع كان تحت المشروع باش لا رينوفاسيون دو لوتيل. صح صافي اون اني كي شوي لا جي ان بو ستوبي باسكو لا المشروع اللي كان مقبل كان عباره عن مشروع باش يكسر لي بنغالو، اور كو لي بنغالو هنا في لوتيل سي لو شارم دو لوتيل باسكو هذا لوتيل عنده ان شارم سبيسيال. الا حبيت ترمو كاين شي صوالح ما تكسرهمش باغ اكزومبل لا تواتور تاعو القرمودة تاعو سي سبيسيال عنده شغل هنا تشوف
عنده خصوصيات. فوالا لازم تخلي لومبرينت هذيك، ماشي ندير اوتيل شغل 5 ايطوال جديد، نو كاين ناس تحب تروح ترجع تو سكي تراديسيونيل. صح انا دانيامو افيك مي بروبر مويان باسكو سافي اون اني كشوي لا، كيسكو جي في؟ عاود كاع تو سي تو سكي ليتري الافرشه الاغطيه عاودتهم كامل على الزبون كيجي وسيب فراش نقي ديجا، هذا سي لو بخومي بوان. ورانا بالعقل وراني نستنى ان شاء الله من العام الجاي ان شاء الله نعاود باريطا ما نغلقش لوتيل الحمد لله يا ربي. وعندنا صح لا ديريكسيون جينيرال دو سونيل غاز اللي اون تران دو فيان شغل في اسكو شغل اون سوي هذه الموجه هذه نطلعوا بالعقل وي جو لي فيليال كاع راهم زون ريسو ان نوت باش ينوعوا منتوجاتهم والحمد لله يا ربي. استاذ عبد الحكيم غوال المدير العام لفندق عزبه للمزارعين التابع لشركه سوناغاز، شكرا جزيلا لك على ما قدمته في برنامج المؤشر الاقتصادي وعلى ضيافتك لنا في هذا الفندق، شكرا جزيلا لك. اذا نختم الجزء الاول من برنامجكم المؤشر الاقتصادي، القاكم في الجزء الثاني كذلك رفقه ضيف اخر، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم المؤشر الاقتصادي، نحن نتواجد هنا في فندق عزبة المزارعين التابع لشركة سونال غاز لتقديم برنامج المؤشر الاقتصادي، ونتحدث فيه عن انطلاق موسم الاصطياف وكذلك عن الجائحة وعودة الفنادق والوكالات السياحية للعمل، ونتحدث كذلك على السياحة الداخلية. يتواجد معي في الجزء الثاني من البرنامج السيد شمس الدين بوفركاس مدير الوكالة السياحية لاتحاد ترافل، مرحبا بك سيدي، شكرا على قبولك الدعوة. ربما تساؤل شمس الدين الأولي، كيف هي وضعية الوكالة السياحية وأنت صاحب وكالة سفر في الجزائر؟ نعرف أن الجائحة أثرت كثير على الوكالات السياحية ووكالات السفر، كيف كانت العودة شمس الدين؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، نشكركم على هذا الاستدعاء وبارك الله فيكم وعلى الالتفاتة اللي درتوها على هذا الجانب اللي في الميدان تاع السياحة، اللي يهم كل العائلات، يهم كل الأشخاص، معناها يهم الأسرة الجزائرية كعامة ويهمنا حنايا اللي رانا في المجال السياحي من وكالات سياحية وفنادق وحتى الشركات الطيران. هذه الجائحة اللي جات تاع كورونا اللي رانا قريب في العام الثاني دوكا ضرتنا بزاف. أغلبية كي تشوف أنت في العالم في 8 أشهر الأولى 740 مليار دولار من الخسائر، 8 أشهر الأولى هذه كي جات لا بروميير فاغ، ومن بعد جوست أبري لا دوزيام فاغ لحقت 150 مليار دولار من الخسائر. في الجزائر عندنا حوالي 3400 وكالة سياحية، في 3400 وكالة سياحية عندنا 25000 عامل مباشر وعندنا 100000 عامل غير مباشر. تيماجين هاد لو نومبر، اغلبيه تاعهم راهم في الوقت الحالي راهم في حاله بطاله. الموسم الاصطيافي نقولوا عندنا واحد الشهر ولا شهرين مني بدات شويه تولي الحركه في هذا المجال تاع السياحه، وكما نقولوا الطلب راهو كاين اكثر من العرض. لانه ما نكذبوش على روحتينا، المركبات السياحيه بما فيهم الفنادق وما شابه ما وجدوش روحتهم لهذا الموسم الاصطيافي. نو حتى الدوله الجزائريه لازم تساهم في هذا الامر، لانه الجزائريين والفوا كي يلحق الصيف عنده وجهتين، عنده تونس او المغرب او مصر او عده وجهات. لكن الجزائر انا تمنيت لو كان الدوله الجزائريه رغم ان هذا الوباء ما خلاهاش باش تخمم. نعم. في هذا الامر تحمل معكم جزء من الخسائر، تحمل معنا جزء من الخسائر. نعم. تحمل معنا جزء من الخسائر، ربما الخسائر كانت كبيره استاذ شمس الدين. العوده بالنسبه لوكالتكم، ربما ما هو المخططات للعوده ولربما استقطاب الزبون الجزائري بالدرجه الاولى؟ نتكلم هنا عن السياحه الداخليه استاذ شمس الدين، بما ان الجزائر فيها مواقع سياحيه وفيها مواقع سياحيه
سياحيه غير مكتشفه للاسف الشديد. هناك مواقع سياحيه وهناك حتى سواحل وشواطئ اليوم نشاهدها بالصوره في او بالفيديو في شبكات التواصل. ربما ما هو برنامجكم مع انطلاق هذا الموسم الاستياف الشمسي؟ احنا كوكاله سياحه البرنامج بدينا في موسم الشتاء، درنا خرجات ودرنا دي فواياج اورغانيزي للصحراء. الجزائر كما تعرف الجزائر عندنا ساحل، فيها الساحل وفيها التل وفيها الصحراء الله يبارك. ومن من المؤسف ان الاجانب يعرفوا الجزائر خير من الجزائريين. احنا الجزائريين عندنا مناطق في الصحراء، عندنا مناطق في الساحل الجزائري ما رحناش فيزيتينا. في الهضاب، في الهضاب كاين هذا العام اذا نشوفوا في الجانب السياحه الصيفيه كاينه منطقه تستقطب الكثير من السياح اللي هي عين تيموشنت. علاش يروحوا الناس لعين تيموشنت؟ باسكو حنا ولفنا نروحوا لاتونيزي باسكو عندك نوتال فيه طوبوغون في دولو وما شابه. هذا واش راهم يحوسوا الجزائريين كي راحوا يشوفوا يديروا لي ريشيرش. دوكا تروح تشوف لي كومبلكس شريط ساحلي، عندنا عين تيموشنت، عندنا سكيكدا، وعندنا القاله، عندنا بكري كانت الناس تقصد ولايات اخرى مثل وهرن وعنابه، نقص هذا العام الناس راه تتجه نحو الغرب. ربما الفضول الان الجزائريين يبحثوا عن وجهات جزائريه داخليه اخرى يعني غير مكتشفه. تموشنت نعرفوا ساحل تموشنت بشواطئها من تارقه الى واد الحلوف الى بني صاف الى العديد من رشقون الى العديد من الشواطئ موجوده في هذه الولايه الساحليه. هل اليوم الزبون الجزائري يبحث عن وجهات جديده او يبحث عن مناطق مثلا مكتشفه في شبكات التواصل؟ لان نشاهد هناك صفحات كثيره تعمل في الجانب هذا والجزائريين يتسالوا على المنطقه على الشاطئ الفلاني، خاصه مثلا ولايه سكيكدا. مثلا هناك شواطئ في سكيكدا في تمالوس او في واد بيبي او في تمنار، هناك العديد من الشواطئ حتى جيجل في بني بلعيد وشواطئ اخرى. الزبون يبحث عن شواطئ جديده من وجهات جديده من عن طريق فضوله بشبكات التواصل. استاذ هذا هو الجانب الايجابي في هذه المرحله اللي دزنا بها. نعم. بعد وباء كورونا. نعم. كاين شباب استغلوا الوضع ويديروا خرجات. كاين وكالات سياحيه بما فيهم الوكاله ديالنا، نديروا خرجات تاع 3 ايام 4 ايام، سي دي فواياج اورغانيزي بسعر معقول، يقدر يروح له تقدر كل كيما نقولوا اللي عنده قدره تاعو ضعيفه واللي عنده مدخول لاباس كل فئات المجتمع الجزائري يقدر يمشي لها. يقدر يمشي لها 3 ايام وعليها طلب شمس الدين؟ عليها طالب كثير. نعم. عليها طالب كثير. وانا علاش انا نقول لك من هذا الجانب هذايا حتى الاطفال. انا نعطيك انا تيتر ديكزومبل ريسامون كريت ان نوفو برودوي سميتو الاتحاد كيدز للاطفال. الاطفال راهم محرومين من هذا الامر. الاطفال محرومين، ما كاش الابن دوكا كي يحب يروح مام العائله دوكا كي تحب تخرج في الجزائر كي تقول هيا نروحوا نخرجوا ونروحوا نتعشاو ونروحوا ما نقولوش نخرجوا نحوسوا نخرجوا نتفسحوا. يعني التبضع نعتبروا السياحه جزء من وهو هذه غلطه. في الجزائر عندنا في الجانب الثقافي احنا الاطفال هذول رانا نديرهم خرجات. يعني هل هناك شمس الدين مثلا خرجات لمواقع اثريه ولا مواقع العديد مواقع اثريه في الجزائر عموما؟ نتكلم عن الجزائر عموما. مثلا في الجزائر العاصمه هناك العديد من المواقع الاثريه والمتاحف يعني ما نزوروهاش كثير كجزائريين. احنا هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا، حابين الاطفال تاعنا كي نخرجوهم رانا ندوهم الاماكن الثقافيه باش يعرفوا الحضاره تاع الجزائر. والجزائر فيها عده حضارات، عندها الرومانيه، الحضاره التركيه، عندنا عده حضارات في الجزائر. الاطفال تاعنا دوك الوقت اللي رانا فيه مالوريزمون نعطيك هذه ديكزومبل، حبيت نديهم انا ندير لهم تراجيف في المترو. المترو دوكا راهو حابس، ندير لهم تراجيف في طرام باسكو يخرجوا للخارج يركب في المترو يركب في طرام يركب في البيس. في الجزائر حنا مالوريزمون عندنا هذيك لافواتور تاعنا اللي نديروا بها لي ديبلاسمون تاعنا. لا هذه غلطه. انا حتى الاطفال دوكا ولاو كي ندير لهم خرجات ندير لهم حملات تحسيسيه، ندير لهم نتكلموا على الجانب الثقافي. نعم. على الجانب الديني. نعم. وندير لهم ثانيك كما نقولوا حنايا دي زاتولي. نعم. دي زاتولي ورشات. دي زيسباس فير. نعم. ورشات دي زاتولي فيهم لعب وفيهم شمس الدين. بالنسبه للاطفال نعرفوا هما الاساس بالنسبه للاسر والعائله الجزائريه وبالنسبه للجزائر كذلك. هل الجانب السياحي عنده دور عندكم؟ يعني عنده مجال عندكم مكان عندكم في ادخال الثقافه السياحيه للطفل الجزائري؟ كنا تكلمنا من قبل مع المدير السياحي عبد الحكيم غوالم يقول انه لازم يكون عنده دور كثير في التربيه حتى في المناهج التربويه. هل تمارسوا يعني تمارسوا هذا الدور على مستوى الوكالات السياحيه؟ قال هناك
ندخلوا الثقافه السياحيه للطفل الجزائري بالدرجه الاولى شنو مزيان؟ احنا هذا هو للسلوكيات هذا هو المقصود في الشاطئ في المتحف في المتحف عندنا نعم. عندنا خارجات المتاحف عندنا خارجات المناطق الاثريه عندنا نعم. خارجات عندنا نعطيك تيتر ديكزومبل حاجه مليحه راهم يديروها في تيبازا تلقى يديروا خرجات بالاحصنه يديروا خرجات دي سيركل كواد يديروا حاجه مليحه عندنا اثار ثاني في تيبازا عندنا في تاع منفوس عندنا في الجزائر عندك لا فاريتي وكنحبوا نعم. نحوسوا نلقى تنوع موجود كاين تنوع نعم. موجود برك لازم نطلب ان شاء الله من هذا المنبر هدايا نطلب من وكالات سياحيه ونطلب من لي كومبلكس توريستيك والفنادق يعاونونا نعم. يعاونونا واش من باش من الجانب مش الجانب اللي يعاونوكم فيه واش من الجانب اللي يعاونونا فيه حنا نعطيك تيتر ديكزومبل في موسم الصيفي موسم الصيفي هذا الموسم الصيفي ما كانش فيه كاين الطلب اكثر من العرض نعم. واش كان الناس تنتهز هذه الفرصه ويكون في احتكار السوق والمبالغ يكونوا كبيره بزاف نعم. حتى كي تشوف انت من داك دير دي برودوي حنا سوترات مع دي زاجونس نعم. يكون عندنا برودوي كنديروه تشوف ماشي غير حنا جميع الوكالات السياحيه كي تروح لي كومونتير يقول لك انا 4 ايام في الجزائر تستقام لي قيس 10 ايام في تونس او في مصر نعم. هذا المشكل انا تمنيت من هاد الفنادق والركبات السياحيه يستغلوا الوضع الجزائري ما يحبش تونس ولا المغرب ولا مصر تركيا. ولا تركيا يحب لا كاليتي سيرفيس يحب تكون النوفر ريزونابل اللي هو يقدر عليها احنا هذا الامر ماهوش عندنا في الجزائر نعم. كاين بعض الفنادق راهم يديروا هذا الامر من الاغلبيه من المؤسف الاغلبيه ما مش يستغلوا هذا نعم. الامر يعني بتواصلكم مع الفنادق شمس الدين ربما العائق الاول هو السعر بالدرجه الاولى ام شيء اخر شمس الدين العائق الاول بالفنادق الجزائريه هو السعر اعطيك تيتر ديكزومبل يعني رانا في شوفوا فنادق ربما الغرفه يخليها مغلوقه وما يعملهاش تخفيض كاين في الجزائر واش قلت لك كيكون ما تكونش كاينه كونكورونس علاش انا نتمنى ان شاء الله الدوله الجزائريه تساهم في هذا الامر نعم. كيكون عندنا فاريتي ويكثروا لي زوتال نعم. ومن بعد تولي كاين تولي لوفر اكثر من لا دوموند اوتوماتيكمون واش راح يكون كاينه كونكورونس نعم. والسعر راح يكون نعم. حاضر لا السعر راح يكون هابط ربما التساؤل الاخير شمس الدين في ظل جائحه كورونا نعرف ان القطاع يوظف العديد من الشباب صعوبات عانيتوها كثيره في مع بدايه الجائحه وسط الجائحه نتمنى الجائحه هذه ان شاء الله تزول خلي لك الكلمه الختام في دقيقه شمس الدين الاخ وليد انا نتمنى ان شاء الله من هذا المنبر كلنا كما رانا انتوما كصحفيين احنا كوكالات سياحيه فنادق نهضروا ثاني نتكلموا على شركات طيران نعم. لازم كاع نساهموا في هذا الامر ونعاونوا خاطش المجال تاع السياحه كاين دولات دول عايشين بالسياحه نعم. احنا نتمنى الجزائر تستثمر في هذا الامر وراح نستفادوا نعم. الدوله تستفاد واحنا نعم. كوكالات نستفادوا والشعب الجزائري نعم. كله يستفاد اشكر سي شمسدين بوفركاس مدير صاحب وكاله سياحيه الاتحاد ترافل شكرا جزيلا على ما قدمته في برنامج المؤشر الاقتصادي نلقاك في وضع افضل ان شاء الله بالنسبه لكم وقطاع السياحه في الجزائر اذا بهذا نختم الجزء الثاني من برنامجكم المؤشر الاقتصادي ألقاكم في الجزء الثالث والأخير بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من برنامجكم المؤشر الاقتصادي نحن نتحدث عن انطلاق الموسم الاصطياف ونتحدث كذلك عن السياحة الداخلية بعد الحجر وكذلك مع جائحة كورونا كيف تأثرت الوكالات السياحية والفنادق في الجزائر نتحدث هنا عن المناصب العمل المباشرة والغير مباشرة ونتكلم في الجزء الثالث والأخير عن الحلول التي لابد أن نقدمها للسياحة في الجزائر رفقة ضيفي الأستاذ والباحث الأكاديمي مراد ماروك الباحث مرحبا بك سيدي شكرا على قبولك الدعوة الخبير كذلك في السياحة وفي العمارات الصحراوية شكرا على قبولك الدعوة الكريمة مراد نحن نعيش في ظل جائحة كورونا العديد من دول العالم تأثرت التقارير الأخيرة للأمم المتحدة وكذلك المنظمة العالمية للسياحة تتحدث عن خسائر كبيرة وكبيرة جدا للدول التي تعتمد في مداخلها في البي بي تاعها على السياحة نتحدث عن وضعية صعبة نعيشها وعن جائحة كورونا ربما كأكاديمي وكباحث ما هي ربما الحلول التي نقدمها للمجال السياحة في الجزائر
رغم أننا في الجزائر لا نعتمد كثيرا على السياحة كمورد وكقيمة مضافة، ندرك تماما أن اقتصاد الجزائر بين قوسين واقتصاد ريعي بالدرجة الأولى، ربما ما هي الحلول التي لابد أن نقدمها في مجال السياحة والسياحة؟ شكرا أستاذ وليد، شكرا أولا على الاستضافة، شكرا لقناة الوطنية اللي تعطتنا الفرصة باش نتلاقوا في فرصة أخرى إن شاء الله ونتحدثوا عن مجال السياحة، لأنه هذا المجال هو يعتبر عامل هام جدا في تطوير الاقتصاد الوطني، وكنا كنت استضفتونا في حصص أخرى سابقة وتحدثنا عن دور السياحة وخاصة ربطها بالمجال الاقتصادي كمورد أساسي للاقتصاد الوطني. اليوم الكل يعلم أن الاقتصاد العالمي متضرر من جائحة كورونا، وهذا الوباء إن صح التعبير أثر بطريقة سلبية على الاقتصاد الوطني، والجزائر كباقي الدول تأثرت كثيرا من هذا الوباء. إذن العوامل أو مخلفات هذا الوباء كان لها تأثير كبير، أدى إلى تقهقر إن صح التعبير أو تدهور الاقتصاد خاصة في المجال السياحي، باعتبار السياحة في الجزائر هي مورد أساسي ذو قيمة عالية. إذا كان استثمرنا في السياحة في الجزائر وخاصة السياحة الداخلية، يعني اليوم احنا ماشيين إلى اقتصاد تنوع في الاقتصاد الوطني، وبالتالي السياحة عنصر أساسي كما أشرت. لابد أن نتوجه بمنظور أكاديمي بحث من أجل دراسة كل المعطيات التي تكون عامل أساسي في تطوير السياحة وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني. وعليه فإننا ملزمون في مثل هذه الظروف إلى توجيه الأنظار نحو السياحة الداخلية، السياحة المحلية الجزائرية لما تسخر به من تنوع كبير على المستوى الوطني، خاصة وأننا نملك بلد شاسع له كل المقومات من أجل النهوض بالجانب السياحي، خاصة العوامل الطبيعية، المزارات السياحية، المنشآت الفنية إلى آخره، التي تعد قطبا هاما من أجل تطوير السياحة على المستوى الداخلي. نعم، تطوير السياحة على المستوى الداخلي، نتكلم هنا عن سياحة داخلية بالدرجة الأولى أستاذ مراد ماروك. نحن في صدد اكتشاف الجزائر، العديد من الجزائريين بكل صراحة لا يعرفون ما هو موجود في الجزائر نظرا لعدة عوامل، لعدة معوقات لنعرفها أستاذ مراد ماروك. ما عندناش خريطة سياحية بالدرجة، المواقع السياحية للعمارة الصحراوية والعمارة الإسلامية في الجزائر، المواقع الأثرية، هناك العديد من المناطق غير مكتشفة. لغاية اليوم نكتشف مغارات، نكتشف رسومات جديدة في العديد من ولايات الوطن، مثلا مؤخرا في قبل أشهر في ولاية باتنا العديد من الرسومات اكتشفت مؤخرا. ربما ما نلوم على أنفسنا أستاذ مراد ماروك، أنا على سنوات على مدار سنوات لم نقم بتجريد تلك الخريطة التي يمكن أو الدليل السياحي بالدرجة الأولى التي تسهل على السائح الجزائري زيارة كل هذه المناطق. نتكلم على المناطق مش بالضرورة مواقع أثرية، الجزائر فيها امتداد، فيها مقومات كثيرة، يعني ما عندناش عملية إحصاء حقيقية. تتفق معي أستاذ مراد ماروك أنه لا توجد عملية إحصاء حقيقية لما لنا وما علينا في السياحة في الجزائر؟ أكيد، هي تشوف يعني لو نأتي النقطة هذه ونأكد على هذه النقطة بالذات، لأنه لابد تضافر الجهود حتى نرسم خريطة سياحية للجزائر. مشكلة التخطيط مطروح، مشكلة التخطيط مطروح، لأنه كما لاحظت أنه الكل يعمل في طريقه، ما فيش انسجام ما بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني والجانب السياحي كهيئة وكل من له علاقة بالسياحة في الجزائر. إذن من أجل رسم هذه الخريطة المتعددة الألوان والأطياف لابد أن يكون في عمل متناسق ومنسجم. أعطيك مثال حتى نكون كيف يكون أستاذ مراد، كيف يكون العمل متناسق والمنسجم؟ أنت تعلم سيدي أن السياحة لو ربطناها بجميع المجالات راح يكون في تجاوب. السياحة عندها علاقة مع الثقافة، السياحة عندها علاقة مع التجارة، السياحة عندها علاقة مع التاريخ، السياحة عندها علاقة مع العمران، السياحة عندها علاقة إلى آخره، وبالتالي مع الرياضة مع كل شيء. وبالتالي نجد أن السياحة هي عبارة عن حلقة التي تستقطب باقي الحلقات. وعليه بما أن السياحة لها هذا الامتداد الكبير
لابد من تضافر الجهود. نحن نملك سياحة جبلية، سياحة شاطئية، سياحة صحراوية، دينية. سياحة دينية، سياحة ثقافية، سياحة في جميع المجالات، وبالتالي نريد أن نوحد الأقطاب حتى نصل إلى رسم خارطة. كيف نصل إلى توحيد الأقطاب؟ هذه النقاط ربما سأقول لك سيدي الفاضل، هذه الخارطة التي تعتبر هي المفتاح من أجل تطوير السياحة في الجزائر والذهاب قدما نحو اقتصاد سياحي متنوع ومتطور ومثمر في نفس الوقت. إذا استطعنا أن نشكل قاعدة بيانات للسياحة الجزائرية على جميع المستويات، نستطيع أن نخطط إلى مستقبل السياحة في الأجل القادمة، يعني كما يقال على المدى القصير والمتوسط والمدى البعيد. لماذا؟ لسبب واضح، لأنه لا بديل لنا حاليا إلا الاستثمار في السياحة، لأنها مورد اقتصادي كبير يعود بالمنفعة العامة على البلد. ربما مسألة سأسمحكم أستاذ مراد ماروك، ربما مسألة الكوفيد 19 وجائحة كورونا أعادت لنا الأذهان إعادة ترتيب الأوراق بالدرجة الأولى. العديد من الدول انتهجت مسألة السياحة الداخلية، في اليابان اليوم هناك سياحة، حتى في السدود، حتى في المحطات الكهربائية الكبرى، حتى في المترو، في المحطات المترو. ربما هنا لابد من ترتيب الأوراق بالدرجة الأولى. أستاذ، في العالم عموما فتحت المجالات، الجائحة فتحت المجالات استثمارات سياحية ما كناش نعرفوها من قبل. أكيد هذا يعود لماذا؟ أنا أعطيك السبب لماذا. لأنه الأمور تختلف من بلد إلى بلد. في بلد يسخر بموارد طبيعية كبيرة هائل، في مناظر طبيعية، في بيئة، في محيط إلى آخره، ممكن أن نستثمر في جميع الجوانب. مثلا أعطيك من المثال البلدان التي استثمرت في هذا الجانب، باعتبار حتى السدود والمحطات الكهربائية، السدود أو المعابر إلى آخره، هي عبارة عن منشآت فنية. سيدي زوفر دار، يعني هذه المنشآت الفنية من صفتها أنها فنية تقدر تكون عندها علاقة مع السياحة، هذا من هذا الجانب. الخروج من المفهوم الخاطئ للسياحة، وأعتبره ما بين قوسين مفهوم خاطئ، الذي يتجلى في السياحة وكأنما هي نقطة ترفيه فقط. لا، ما هيش نقطة ترفيه فقط، ولكن نقطة تعلم، نقطة استقطاب، نقطة تاريخ، نقطة إلى آخره. إذا أعطينا المفهوم الواسع للسياحة في الجزائر واستثمرنا في هذه المحاور، نستطيع أن يكون مكسب على مدار السنة. يعني لا نريد سياحة منقطعة، ولكن نريد سياحة متواصلة. وفي الجزائر موجودة المقومات استاذ مراد، ونحن نعترف في الفصول الأربعة، أكيد نعترف بأنه في الجزائر السياحة عادة مقسومة إلى قسمين، سياحة شتوية فصل الشتاء، وعادة نتحدث عن الصحراء والجبل إلى آخره وإلى آخره، وعادة نتحدث عن السياحة التي تأخذ الحصة الأسد فترة الصيف، الشواطئ والبحار إلى آخر المجازات. ولكن هذا ما يسمى بالتقليد. نريد أن نذهب إلى سياحة متوازية، الاستثمار على مدار العام في جميع مكونات السياحة، السياحة الدينية، السياحة بالنسبة للمنشآت الفنية ولما لا، السياحة التاريخية، وهذا بالاستثمار في المناطق التاريخية، أنه كثير من الجزائريين في المتاحف، نعم، في المواقع الأثرية، المواقع الأثرية، نعم، اللي ممكن أنها تكون نقطة استقطاب، ونعود نفسنا على هذه الزيارات لأنها فيها الجانب التاريخي، الجانب التعليمي والعلمي، والجانب السياحي بدرجة أولى. نعم. وبالتالي أنا كباحث أكاديمي ومفكر في هذا، حتى السياحة العمرانية لما نرى ما نملكه من قصور في المجال في العمارة الصحراوية، وشفت أنت عندك خبرة، نعم، معنا على مدى في جانات في تيميمون في غردايا في واتسوف، نعم، في بشار، في تاغيت، في ابن عباس، في تيميمون، في غردايا إلى آخر، كل هذه المناطق الصحراوية التي تعد امتداد لمفهوم السياحة على المستوى الوطني، لابد أن نعيد النظر في هذه المنظومة وتقويمها من الجانب الأكاديمي. نعم. وبالتالي الاستثمار يكون استثمار فعلي، استثمار حقيقي مخطط له وبدراسة حتى
نصل الى الاهداف المرجوه. نعم. من اجل تطوير هذه الساحه. نعم، مساله الاستثمار، جيت الاستثمار استاذ مراد ماروك، مع فتح الاستثمار الاجنبي في مجال السياحه في الجزائر استاذ ماروك، تغيب مثلا حتى عموما، ما زال معنا سلسله مطاعم اجنبيه هنا في الجزائر مثل ما هو موجود في العديد من دول العالم. ربما نتحدث عن مساله النقل كذلك في الاستثمار، للنقل دائما وربما هو المعيق الاساسي، بما ان تطوير النقل يتطلب تحديث كل شبكه النقل، نتكلم على شبكه النقل سواء البري او البحري وكذلك الجوي بالدرجه الاولى. اكيد النقل هو الشريان والعصب الذي يعتمد عليه السياحة. إذا كان عندك منظومة نقل فعالة على المستوى الوطن، فبالتالي راح تسهل كل مأمورية لأجل إنجاح السياحة في الجزائر. يا سيدي، لا يمكن أن تتخيل أن تذكرة نقل عبر الطائرة في المجال الداخلي من الجزائر إلى جانك تصل إلى 30,000 دينار. هذا غير معقول، هذا غير معقول. مثلا عائلة لو تود التنقل إلى مدينة جانات، نأخذها كمثال، مكونة من 5 أشخاص، على الأقل 15 مليون سنتيم، هذه إلا تذكرة، خلي باقي المصاريف التي، وبالتالي الناس ما تمشيش. إذا في حلقة مفقودة، الحلقة هذه المفقودة لابد أن يعاد النظر في منظومة النقل وكيفية تيسير الأمور وتسهيل الأمور من أجل أن يكون في تنقل الأشخاص ما بين مختلف مناطق الوطن بمنطق وبعقلانية يتقبله الفرد ويتقبله الأسرة، من أجل التنقل وبرمجة عطلة سياحية سواء على الأقل مرتين في السنة. أنه نعلم بأن الجزائر هي بلد حار، صيفا حار، وبالتالي الوجهة للشواطئ والبحار، وفي فصل الشتاء الوجهة تكون نحو المناطق الداخلية، على أكثر تقدير نحو المناطق الصحراوية. وبالتالي لابد أن نخلق منظومة نقل تتماشى مع معطيات الواقع المعاش وتخفيض الأسعار حتى تكون في متناول الجميع. وهذا النقل اللي يعتبر العصب والشريان اللي راح يحرك دورة السياحة في الجزائر، من تنشيط الفنادق والمطاعم والمزارات إلى آخره. وهذا المشروع هذا رانا طرحناه في عدة حصص، كانت لنا الفرصة معكم وطرحنا هذا المشكل، ولكن لا حياة لمن تنادي إلى حد الآن. لا حياة لمن تنادي إلى حد الآن، مع تراجع احتياطات الصرف وكذلك تقهقر أسعار النفط، البدائل الموجودة بكل صراحة أستاذ مراد ماروك، لكن السياحة بقيت ربما الحلقة المغيبة إلى غاية اليوم. الاستثمار في المجال السياحي يلزم له مخطط ويلزم له استشراف بدرجة الأولى قبل بداية، لابد من الإحصاء بدرجة الأولى كذلك قبل بداية الشروع في كل هذه المشاريع وهذه الاستثمارات. دائما نعيب ونحن في جائحة كورونا لم نستغل ربما لغاية اليوم صدى مراد المرافقنا السياحية ما هو موجود، كذلك بالنسبة للجزائريين ندرك أن الجزائريين ما خرجوش في السنتين، نتكلم على 2020 2021، ما خرجوش للخارج، يعني هناك ربما أموال ما زالت مكتنزة عن الجزائريين اللي كان حاب يعني يتوجه نحو الخارج للسياحة، لكن لابد أن نبحث عن بدائل أستاذ مراد ماروك، لي إحساس أنه حتى يشعر الجزائري أن هناك أماكن وهناك مناطق يمكن زيارتها، بداية بالفنادق إلى مسألة النقل تحدثنا عليه كذلك، العديد من المرافق لابد أن في نقائص، في نقائص كثيرة في هذا المجال، في مجال السياحة. وهل في يمكن تداركها أستاذ؟ هذه النقائص يمكن تداركها إن كانت هناك نية خالصة للعمل في هذا المجال. نحن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا يا سيدي الفاضل، هل الرجل المناسب في المكان المناسب؟ هل اليوم الناس اللي راهي تقود في السياحة وتسير في السياحة هي عندها المؤهلات في السياحة والناس تخدم في السياحة؟ لأنه الاستثمار في السياحة ما يطلبش أشخاص إداريين فقط، هي قضية مجتمع، هي قضية مجتمع، لأنه من 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 السائح حتى المسؤول الأول عن السياحة في 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 يعني في سلسلة، في حلقات متواصلة. إذا أحسننا الاختيار راح نشكلوا هذه السلسلة، وبالتالي العمل يكون متواصل بدرجات. اليوم نعيب على أنفسنا، نعيب على أنفسنا أشياء كثيرة، لا نستطيع حتى القيام بمجهود ونفكر في استراتيجيات وآليات نبني عليها مستقبل السياحة.
نبني عليها مستقبل السياحة في الجزائر. الأستاذ مراد ماروك الباحث الأكاديمي، شكرا جزيلا لك على ما قدمته في برنامج المؤشر الاقتصادي. اخترنا هذا الموضوع لأنه موضوع مهم بالنسبة لتطوير السياحة وبالنسبة لموسم الاصطياف مع انطلاق سنة الاصطياف. شكرا جزيلا لك، ألقاك فرص أخرى إن شاء الله. إذن شكرا لك، واقع أفضل إن شاء الله للسياحة. بهذا نختم برنامجكم المؤشر الاقتصادي، ألقاكم في أعداد لاحقة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.